رجعنا بعد الفاصل وبعدنا في حالنا اليوم نحكي على كل موضوع تعدد الزوجات. ومرحب من جديد بريهام أبو العسل، عاملة اجتماعية ورئيسة مجلس نعمات الناصري. أهلا وسهلا فيك. عرين هواري، ناشطة وباحثة ومحررة في مجلة جدل لمدى الكرمل. أهلا وسهلا فيك مجددا. احنا قبل الفاصل كنا هيك في نقاش وحوار على كل قضية، قديش النساء بشعروا في مفهوم العدل، قديش اني بحسوا في هاي القضية بالفعل حقيقي ام لا. انا هيك عندي سؤال تقني، يعني لما بنحكي على زوجة ثانية، الزوجة الثانية غير مسجلة بالقانون الاسرائيلي، بس هي مسجلة شرعيا، اولادها هن مسجلين تحت اسمها ام اسم الزوجة الاولى؟ تحت اسمها، بس بيكون يعني بحسب القانون الإسرائيلي، في القانون اللي المساكنة اللي يعني الرجل وبطلع اللي يسكن حقوق لأطفال المساكنة. طبعا بهاي الحالة طبعا بطلع لإلهن نفس الحقوق، تأمين زي ما ممكن المرأة اللي عايشة مع رجل بعد فترة معينة هي ممكن تطالب بحقوق كاملة زي زوجي. أيوة إحنا، بس أنا فهمت من المحاميات إنه حتى بهاي الزاوية في كتير التفاف، والتأمين بعترفش بالأطفال، مش دائما بعترف مخصصات. بس أنا يعني مش قانونية فما بقدر أخوض فيها، بس أنا بعرف من القانونيات إنه حتى هاي الزاوية تم الالتفاف عليها من قبل الدولة عشان النساء ما تأخذ تأمين، عشان ما تحصل على التأمين، وكمان الأطفال ما يحصل على كل الحقوق المخصصات اللي لهن. ونحن نحكي على كل الحقوق الأساسية اللي هي منتهكة لأطفال كثير في مجتمعنا. إذا نحكي على يعني نساء اللي هني عم بيعيشوا تجربة تم اختيارهن، ما اختيارهن، يعني الاختيار بإيش موجود ومتوفر أمامهن من إمكانيات، إيش هي التخبطات اللي بمرقوها؟ شو هم تمرق هالمرأة؟ شو سمعت يا ريهام بالبحث؟ وعارين أكيد من تجربتك وعملك مع النساء كمان. طلعني النساء حكوا عن كتير تخبطات وكتير تحديات، إن كان على صعيد ذاتي بعلاقتهن مع أزواجهن اللي فيها كتير صراعات، يعني داخلياً في شيء ما يرفض يعني ما يمارسه زوجهن، ومجتمعياً هن بيعتقدوا إنه من المفروض إنهن يتقبلوا هذا الإشي، وهذا الموضوع بيخليهن كل الوقت في صراع وفي حالة تغيير. يعني كل لحظة بتغير موقفها، كل لحظة ممكن تفكر وتأخذ قرار وتعاود تتراجع عنه. هذا على صعيدها هي، على صعيد الأولاد هناك يعني عالم كبير من الوجع، من الألم. شعورها كامرأة لما بتشوف أولادها بيسألوا عن أبوهن. يعني أنا واحدة من الجمل اللي دايماً انحفرت في راسي وبتذكرها لما واحدة من النساء حكت لي عن بناتها التنتين اللي بيشوفوا أبوهن سكن حدهن مع عائلة تانية، مع زوجة تانية، مع أولاد تانيين، لما بيشوفوه حامل هدول الأولاد وطالع فيهن مشوار بيجوا لعند أمهن بيقولوا لهن هو أبونا ولا مش أبونا؟ ما بيقدروا يفهموا كأطفال هاي طبعا. وفي منهن من النساء قالوا كنا بنتمنى انه نكون أرامل. انا بعرف اني انا أرملة معناه زوجي مش موجود، بس هو موجود ومش موجود، وبالتالي انا كل يوم بواجه يعني عذابات اولادها وبحاجة انها تعطيهن أجوبة وتحاول إنها كمان تعودهن عن شخصية الأب بكل ما يحمله يعني من وظائفه ومن همماته. هي مش ارتكبتها، يعني الظلم اللي بيجي عليها مسؤولة. كمان هي بتتعودهن يعني. وبنفس الوقت بتتحافظ على مكانة زوجها وتحاول إنها يعني إذا بنحكي عن العدل، حتى العدل على صعيد تقني أنا بفكرش إنه هو قائم بهاي المنظومات للأسف. وإذا بنحكي على فعلا قائم بشكل تقني فهذا لا يعني إنه فيش حدا بالدنيا بيقدر يعطي يكون عادل عاطفيا. أيوة. الرجال بشكل عام ما عندهم مشكلة، من الأصوات الرجال اللي شاركوا إنهن معفين نفسهن من هذا العدل. هن بيقولوا إذا أنا مأمن لهاي الزوجة ولهدول الأولاد بيت وكل متطلبات الحياتية يعني. لولا نفرض والمؤمن كمان لبيت تاني فأنا هيك يعني أنا معفي بالضبط، يعني نحكي على التأمين المادي يعني الماديات البيت الوجود يعني تعاطين مع الإشي من منطلق الماديات. في نوع من توجهك ميكانيكي لكل مفهومهن للزواج. يعني في الوقت اللي النساء بيحكي
بيحكوا على نظرة اللي فيها الزواج هو مشاركة وهو رغبة بأنه يكون في عندهن حياة عاطفية وبيت وحميمية. أصوات الرجال كانت تختلف، أصوات الرجال فيها تعامل مع منظومة الزواج كمنظومة اقتصادية ميكانيكية بتأمن له لإله احتياجاته. كتير ميز صوت الرجال التمركز حول الذات، يعني أول إشي شرعوا لنفسهن دائما الزواجهن الثاني أو الثالث، وثانيا كان في تعامل مع المرأة كشيء مش كإنساني مش كذات. قديش بتقدر تأمن لهذا الرجل متطلباته باللحظة اللي بتأمن لهش احتياجاته فهي بتنحط على جنب. وطبعا كمان تأمين الاحتياجات في نوع من في كانت نظرة اللي فيها تناقض، يعني وضعت الرجال في تناقض. يعني واحدة من الأصوات اللي طلعت اللي بتشرع زواجهن الغواي، إنه الرجال يتعرضوا للكثير من الغوايات وهن بحاجة لتحصين أنفسهن بمرأة وتنتين وثلاثة وبتم ذلك، يعني خلاص برضو متهمة المرأة، يعني هي المسؤولة عن أيوة هي المسؤولة على هو المسكين يعني لما مسكش حاله بالضبط. ففي تناقض إنه من لحظة بلحظة معينة هو بسمح لنفسه إنه يشعر إنه هو القوام على النساء، هو اللي بيقرر، هو بيختار يتزوج بحالة تزوج امرأة ثانية ثالثة خلاص ببطل عنده لا بس لا أكيد لا بس بلحظة ثانية يعني تتم للي حكيته بلحظة ثانية هو فجأة كأنه عاجز لا حول له، كل امرأة ممكن تغوي، وهذا يعني صار فيه تناقض. أيوة. فيه أيوة. تناقض. وفي كمان يعني أمر اللي كان كتير ظاهر هي التقسيمة اللي أظهروها الرجال تقسيمتهم للنساء. يعني في تقسيمة اللي هي بتظهر بالأساس فعلا البنية الذكورية القائمة في المجتمع، إنه في نساء فاضلات عفيفات. أيوة. شريفات، هدول الزوجات اللي هن كمان سالبات جنسيا، وفي النساء الفاعلات المغويات اللي هن دائما يغوا الرجال، وهدول الرجال بيقدروش قدامهن يعني خارج اطار الزواج. بالضبط خارج اطار الزواج بداخل اطار الزواج هي امراه شريفه فاضله. ايوه وخارج إطار الزواج هي امرأة غير شريفة. يعني إحنا بنحكي عمالنا على تنشئة، على مفهوم، على فكر ذكوري موجود، أكيد في فائدة من وراء كل هذا للأشخاص اللي هن بيقرروا هاي القرارات أو بيحكوا بهذا الحوار. يعني هون بسأل شو دور الجمعيات النسوية في إنها الحد من الظاهرة أو إنها تتعامل مع الموضوع أو تعمل على التوعية؟ عارين. يعني جمعيات تشتغل على أكثر من مستوى، واحد من المستويات أنك تقرأ الظاهرة، ممكن تعمل دراسة تقرأ الظاهرة، مستوى تاني أنك تشتغلي على التثقيف لتغيير لمجتمع آخر والتثقيف على كل الشرائح. طبعا قدر إمكان الجمعيات كمان مرة، إحنا مش جهاز تعليم ولا جهاز تربية ولا جهاز ثقافة، إحنا بنحاول يعني قدرات المتطوعات محدودة، الميزانيات بعد الجمعيات محدودة، فهيجي مهم تقرأ يعني بسياقها بوزنها. النقطة الثالثة اللي أنت ممكن تشتغلي على مستوى دعم النساء، يعني شوف في جمعيات تشتغل على دعم إذا امرأة بضمن منظومة متعددة يعني معنفة، إذا امرأة بحاجة لحقوق اقتصادية فممكن أنت أو بخط طوارئ تدعميها أو محاميات تعطيها استشارة قانونية أو تروح تمثليها في المحاكم. فبكل المستويات، بس أقول لك إنه الحجم اللي بتشتغل فيه جمعيات حجم كبير، لا يعني قدراتنا محدودة. يعني انا هسه بحكي كناشطه من يعني مش بجمعيه محدده، اوكي، بس انا عارف قدرات الجمعيات محدوده، امكانياتنا محدوده، قدره النساء على التطوع محدوده، والقضايا والمشاكل والمصايب كبيره كمان. ف وخاصه مثل ما ذكرت عارين انه يعني تحصر في الجمعيات ومش تعمم على كل تمام على من يعمل في المجتمع بشكل عام بالمدارس في صح. وانا وياك كمان استنقذ ذاتي، يعني عم نقول جمعيات، عم نقول حركه نسويه، يعني احنا لا نشكل حركه اللي بتشمل الاف النساء. يعني احنا بفتره جزر خيول، مش عم بحكي عن النساء، انا عم بحكي عن النساء في العالم كله اذا بدك. يمكن اسا بعد ترامب صار في هيك نهضه بالحركه النسويه في في, في, في يعني في في أمريكا وفي أيوة. العالم بأعقاب انتخاب ترامب والدور السيء تجاه نظرته اللي هالقد سيئة تجاه النساء، ولكن بشكل عام إحنا لا نشكل حالي هيك جماهيرية كبيرة. إحنا مش المغرب. بالضبط. يعني حتى في المغرب تم فعلا بسنوات معينة كان في حركة نسوية معلنة عنها، آلاف النساء يطلعوا ظاهرات
غيروا قانون احوال شخصيه. احنا هاي الحاله كمان لا نشكلها يعني حاليا نأمل إنه طبعا في مرحلة من المراحل إنه يكون في يعني للشفافية والصدق كمان نكون نقضيات على نفسنا. أيوة وبالفعل يعني نحول القضية لقضية اجتماعية، هي ما تبقى فقط قضية النساء. وإن كان بدي أنوه هون على إنه كل القضايا الاجتماعية الأخرى النساء فاعلات فيها، يعني فيش حتى قضية سياسية قضية اجتماعية للنساء مش موجودات ومش ظاهرات ومش محاربات ومش مناضلات فيها. إن كان بديتي تحكي على النقب وكل ما يتم من هدم البيوت والانتهاك جزء من المجتمع، النساء هن موجودات في كل النضال في كل القضايا في كل ولكن ما زال لما في قضية تخدم النساء ما زال المجتمع بيشوفها أنا قضية وأنا نسوية. كمان بدي أكد برضو على اللي حكته ريهام، يعني انه احنا قياداتنا اذا بدك الوطنيه والحزبيه واحنا التنتين حزبيات، يعني لما في مواضيع اللي فيها تابوهات بحاولوا يختصروها قدر الامكان يعني طبعا. فبتصفي قضايا التابوهات هاي النساء بقلب الاحزاب والنساء بالحركات النسويه اللي بتوقف فيها. فهي بتتطلب كمان انه قياداتنا ان بيشتغلوا بقضايا المراه مش بيشتغلوش بس بالقضايا اللي مش كتير خلافيه، يعني لما في تابوهات اللي قد تفهم منها لها علاقه في الدين او قد تفهم منها علاقه في الجنس طبعا يعني بيتم يعني عشان هيك لا شك انه اليوم في امكانيه نسويا واجتماعيا نحكي عن حقوق النساء في العمل، حقوق النساء في التعليم. ومش بالصدفة يعني البحث اللي تم اللي أجرته هنيدة غانم بجمعية نساء ضد العنف آراء المجتمع حول هيك قضايا اللي هي إجماعية كانت عالية، أغلب النساء والرجال في المجتمع بنسب عالية جدا كانت مع تعلم المرأة مع خروجها للعمل. بينما لما بنصل عند قضايا تتعلق في جنسانية المرأة هون بيصير في عنا خلاف في الحريات في الحريات الجسدية. وعشان هيك أنا بفكر إنه لما بنحكي عن تعدد الزوجات وهي حيز كبير أخذ من المقابلات مع النساء ومع الرجال هو مفهومنا للجنسانية والعلاقات القائمة اللي هي كتير شائكة بين الرجل والمرأة، العلاقات الجنسية القائمة وكيف يتم التداول فيها. لأنه لا يمكن الحديث عن تعدد الزواج الزوجات والزواج بدون ما نفوت لهاي بدون الخوض في عالم اللي هو بشكل كينونتنا كلنا البشرية. كان في ما بعرف أنا كان في سؤال ليش أنت عمل يعني سؤال مباشر لكل رجل ليش عم تروح لزواج ثاني؟ طبعاً. طبعاً. شو جواب الرجال؟ يعني كيف بصعوبة شديدة بصعوبة شديدة تم تجنيدهم. طبعا أغلبية النساء كان في هناك عدد كبير بينما الرجال رفضوا رفض كامل جزء من طبعا تخوف من القانون الإسرائيلي وأنه يبينوا ويظهروا ويكشفوا عن نفسهم. بس باللحظة اللي كانوا موجودين لا شك أنه كانت المقابلات يعني مش سهلة، كانت مقابلات صعبة، أسئلتي كمان نوعا ما حطتهم قدام تناقضات كبيرة. بس هن طبعا تم يعني سؤالهم زي ما سئلوا النساء عن خلفيتهم طفولتهم منشأهم فكرتهم على الزواج خيارهم بالزواج القرار اللي أخذوه لما قرروا يتجوزوا كمان وليش والأسباب. شعرتي في بعض الحالات كان في هناك ندم من قبل رجال؟ في رجال يعني بلشوا أدركوا إنه لا المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة هي المشكلة، إنه في مشكلة يعني في كتير من الرجال بالنسبة لإلهن قرار الزواج كان للمرة الثانية هو هاي البحث عن السعادة المتخيلة، إنه عدم قدرتهم عدم وجود نضوج أصلا عاطفي عندهم في البداية إنهم يخوضوا فكرة الزواج وفشلهن بخليني يفكروا انه ممكن يعيدوا هذا الاشي بشكل افضل اذا تزوجوا كمان وحده وكمان وحده. ما في عندهم الوعي الكافي ليشوفوا انه الازمه مش بالمراه اللي موجوده قبالكم، الازمه بنظرتكم من ذاتيا تجاه فكره الزواج وانه هذا الزواج لا يمكن انتم تحصلوا عليه المره الثانيه او الثالثه ويكون هو الافضل وهو المثالي. ليهام وسؤال اخير اللي انا فيك بهمني يعني بعد ما شاركتينا كثير في معطيات البحث وبالفعل بسيرورته، يعني بالاخر ما بعد البحث بالنسبة لك؟ أنا ما بعد البحث أنا بفكر هذا السؤال عرين اللي لازم يجاوبه. أنا كباحثة هذا هو البحث اللي حطيت فيه النتائج اللي فيه
المجتمع، الجمعيات، المؤسسات الفاعلة عليها إنها تبلش تأخذ تتحرك. بس أنا ما بعد البحث، أنا برأيي ما بعد البحث إنه إحنا أمام تحديات كتير كبيرة. أيوة. خاصة بالمرحلة الحالية إحنا موجودين في واقع تضيق علينا القمع والاضطهاد والعنصرية من دولة تمارس كافة يعني أشكال الانتهاكات ضدنا، وإحنا في مجتمع يبدو أنه يزيد حداثة من شقة، ومن شقة تانية يزيد تدينا، وهدول الخطين عم بخلقوا حالات كثيرة من الانتهاكات، من التخبطات الداخلية فينا كمجتمع، مش بس على صعيد تعدد الزوجات. أيوة. على صعيد قضايانا يعني بشكل تام. فيعني بواجه هيك العرين جملتين للنهاية، لأنه إحنا تقريبا تداركنا الوقت، فجملتين نهاية عن جد ما بعد البحث عرين، شو بتفكري إسا الخطوات الجاية لازم تنعمل؟ أول شيء أنا يعني بدي شوي أختلف مع ريهام إنه البحث النسوي، وأظن هي موافقتني وهي ناشطة وهي رئيسة نعمات، فهي ناشطة كل الوقت. فالبحث النسوي هو بحث من أجل التغيير، يعني ما بنتهي نعمل البحث إحنا أصلاً عشان نجري مشروع اجتماعي. بس زي ما ذكرنا قبل، أنا بفكر يعني إحنا يعني ما بعد هو مشاركة كل شرائح المجتمع، وهي مش بس قضية مرأة. وأنا كمان ذكرنا قبل شوي عن الرجل، بلشت تحكي ريهام عن الرجل، يعني أنا مش بمصدد ولا بمحل إنه أقعد أبرر للرجل تعدده، ولكن لو الرجل كمان عنده وعي لشو مفهوم علاقة الزواج، لو إنه لم يضغط عليه ويجبر، جزء من الرجال بتجوزوا بنت عمه ولا بنت خاله لأنه هو كمان مضطر، يعني مش إنه الرجل عندنا هالقد والله فرد ومستقل ومرأة، فهو كمان عنده أسئلة اللي كمان مهم إحنا نشتغل عنها، وما بس نترك الرسالة. يعني في كثير عنا إيش نعمل. فشكرا كثير عرين هواري، ناشطة وباحثة ومحررة في مجلة جدل لمدى الكرمل، شكرا كثير لحضورك معنا اليوم. وريهام أبو العسل، عاملة اجتماعية ورئيسة مجلس نعمات الناصري، شكرا كثير لحضورك معنا اليوم في الحلقة. بالفعل كان شعري أنه كمان في بعد إيش نكمل كثير من الحديث. وبنهاية الحلقة شكرا كثير لحسن متابعتكم، فيش عندي كثير إيش أقول، بس بالنهاية بقول إنه نفكر، نحط علامات سؤال على كثير من القضايا والمنظومات اللي موجودة في مجتمعنا، نسأل حالنا ما المستفيد وكيف ممكن نعمل التغيير لنكون في محل أحسن. شكرا كثير لمتابعتكم حلقتنا اليوم في حالنا، ونلتقي فيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من حالنا.